الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والطريق طريقة نور البيان، هذه الطريقة الربانية أسهل وأسرع طريقة في تعلم وتعليم كتاب الله عز وجل. بفضل الله ورحمته أطفالنا يقرؤون في المصحف، بفضل الله ورحمته أطفالنا يختمون كتاب الله عز وجل من 5 إلى 10 ختمات تلاوة قبل دخول المدرسة، بفضل الله ورحمته أطفالنا يستشهدون على حكم التجويد بأبيات تحفة الأطفال في التجويد. وروحي والريحان يا حامل القرآن قد خص. حرف الميم، حرف حرف الفاء. للتعرف على كتابة حرف الفاء هيا نكتب رقم 5، انتبهوا، ثم تعالوا نصل هذا الرقم بطبق هكذا، ثم نضع فوقه نقطة، ثم نضع فوق النقطة فتحة، فيكون فاء فتحة فاء فاء فتحة فاء فاء فتحة فاء. وحرف الفاء يأتي في بداية الصور مثل فاء فراش، فاء فرو، فاء تنور. أحسنتم. ويأتي أيضا في الكلمات في أول الكلمة مثل انتبه يا موسى وأنت يا هارون، انتبه، فراشا فحصا. ويأتي في وسط الكلمة مثل غفر حفر. وأيضا يأتي في آخر الكلمة، لاحظ الحرف باللون الأحمر، وقف خطف. ولتمكين حرف الفاء هي إلى التدريبات. التدريب الأول، صل الكلمة بالحرف الذي تبدأ به. طرق صبغ فرض زجر ص ط ز ث. هيا استعن بالله يا إسحاق، وأنت يا عيسى، وأنت يا سلسبيل، هيا إلى الإجابة. ممتاز. بارك الله فيك.
فيه. التدريب الثاني. أشر بالسهم إلى الكلمة التي يبدأ بها حرف الفاء. السؤال الأول. لاحظوا يا أبنائي حرف الفاء في أول الكلمة. فحص درس رابط. الله كده ضع. السؤال الثاني. لاحظوا يا أبنائي حرف الفاء في آخر الكلمة. خطب خصف رضع. انت ليا ليا. السؤال الثالث. لاحظوا يا أبنائي حرف الفاء في وسط الكلمة. حصد رفث غطس. أحسنت بارك الله فيك. حرف القاف.